لقاء مع سيدات شركاء النجاح من كل أنحاء العالم. وجودنا كحكومة بنقول إن إحنا النهاردة كممثلين للقطاع العام أو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، دي مشاركة، هو ده النموذج أو المثلث الذهبي للتنمية اللي أي دولة ممكن إن هي تشارك فيه. إحنا النهاردة بنعرض، بنقول إنه مهم قوي هذه اللقاءات لأن إحنا بنستعرض قصص النجاح من كل أنحاء العالم. وقلت الحقيقة ثلاث رسائل أساسية كنت أحب إن أنا أوجهها لهذا الجمع. الرسالة الأولى إنه ما فيش وصفة معينة للنجاح، الوصفة الأساسية للنجاح هي العمل الدؤوب، هي حب العمل، هي التميز. والمرأة هنا لها دورين بتختلف عن الرجل، لأن هي أولا بتزرع هذه القيم في الأسرة وفي أبنائها، وهي أيضا تزرع هذه القيم داخل العمل. فمهم جدا إن المرأة تبقى لها هذا الدور القيادي الهام، وهذا الدور اللي تقدر تزرع فيه قصص النجاح في كل مكان هي تبقى فيه. الرسالة الثانية إن احنا في مصر الحقيقة ما كانش ممكن احنا نعمل أي حاجة من غير إرادة حقيقية للتغيير، والإرادة دي كانت من قمة الإرادة السياسية. السيد رئيس الجمهورية جعل عام 2017 عام للمرأة، اعطى ثقته للمرأة فخلى المرأة تتولى حقائب 6 وزارات رئيسية، ملفات رئيسية، وزي ما هو بيقول هو مش تحيزا للمرأة ولكن لثقته في قدرتها وفي كفاءتها، وكل من تم اختياره نتيجة لكفاءته في أداء عمله. وده شيء مهم جدا. النهاردة أيضا بندفع بالمرأة في كل مراكز اتخاذ القرار، التمكين السياسي، لدينا 90 نائبة موجودة في البرلمان وده لهم دور مهم جدا في التشريع وفي الرقابة على أداء الحكومة. فده الحقيقة كإرادة للتغيير. الرسالة الثالثة خاصة بمصر فين النهاردة، مهم إن احنا نشارك نساء العالم. مصر قدرت إيه اللي تحققه كإنجازات، فإحنا الحقيقة النهاردة حققنا إنجازات كبيرة جدا. وقلت لهم إن احنا مرينا بتحديات كثيرة جدا من 2011 قدرنا إن احنا نتخطاها الحمد لله من خلال برنامج إصلاح اقتصادي، من خلال يعني وجود سلام وأمان سياسي موجود الحمد لله في المجتمع. برنامج إصلاح الاقتصادي كان هو الأقوى، ولكن الحمد لله مر بسلام، بدأنا نجني ثمار الإيجابية، عندنا الحمد لله معدلات نمو 5.3%. ده كله بيتواكب بأن احنا معدلات الاستثمار في الزيادة، فده انعكس على زيادة معدلات التشغيل. معدلات البطالة انخفضت من 12.9 إلى 11.3، وفي اتجاهها إلى يعني إلى انخفاض أو زيادة معدلات التشغيل أكتر. وأيضا أن احنا كل ده واجبه برضو برنامج إصلاح تشريعي وبرنامج إصلاح مؤسسي. فمصر طبعا هي المهيئة بشكل أساسي للاستثمارات من كل أنحاء العالم. مع الوزيرة الحكومة النهاردة مع محافظات الصعيد على وضع خطط تفصيلية على مستوى القرى المختلفة عشان نقدر أن احنا نحقق تنمية شاملة لتغطية الخدمات كلها ولزيادة الفرص العمل على مستوى خلال مجمعات صناعية ومجمعات زراعية مختلفة عشان نقدر ان احنا نزود فرص العمل.